الروش، انا عليكم في الارض اللي تستكلها الارض تستفيشي وتخفاش هاي تستكلها كيف الارض اليوم ان شاء الله راضي باذن الله بيزرع لوبيا ان شاء الله باذن الله رب العالمين تستفيش تستفيش وما حتى الارض اللي خلقت من ساعة عم تشتغل فيها اذا هو راض هاي الواحد اللي بيشتغل الواحد الارض ينظفها يعشرك لي عشرك هون تنهر الارض هون هلا تنهر الارض منيح وإذا الله راد إن شاء الله بقدر على إذا الله راد خليها ثمان ساعة عم اشتغل فيها أنا هلا عم اشتغل فيها نظف الحشيش محاولاتها الحشيش بقتلها قتل الحشيش بنزل نقوش وكش شوي هيك 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 معلمي ترى وش اخذ فيها هذا بتاعت الدلية نزلها بالارض جعانة وما هلا تلشلش تلشلش والله تروحي بقى سمح الله بدي فوق هذه هيك هذه هيك طب طم بدي تضرب من هون هيك بدي تضرب هيك هيك بدي وسخ وسخ كل وسخ كل وسخ تعطيني كمان تعرف نايلون عشان ما يجي عند الجيران وتعرف فشل كمان ان شاء الله رود ان شاء الله تطلع هيدي حتى ضبي ضبي هون يلا تحت لشت زي ما خلص السيف هلا وقفوا شوي هيك بريك شوي هيك الارض هيك شوي خليها هيك في بيطلع بس كمان على التوب بس هالزين كله ان شاء الله راج هيك الارض ان شاء الله هلا هي الارض ان شاء الله كلها نضيفة ان شاء الله الله اكبر في هذا بقى في هذا هون هيك في بس هذا كله وسخ غير متغربل هيك هيك كله وسخ هذا كله شلوش عشاب هنخلي شوية تراب من هون انا بس خليت هون شوف عندي هون علبة فيها لوبيا هون فيها لوبيا فيها فول فيها خر الله هاي حبة اثنين شوفها ما شاء الله هتلاقيتين انا بدور خليه بس سنة بس سنة خليه هاي لوبيا بتجي لوبيا عريض من عريضة منافقة بسم الله ما شاء الله هذي هيك نسيرو هيك شوف هذي صبر بيدي هيك من هون هاي نسيرو هيك هذا هون ان شاء الله الله اكبر هذي 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 هلا فول هذي واقف هذي جبت بدار لوبيا حمراء بتطلع الورد هي هون اللي بلش بدي ازرع بها شوف كيف بحط الزرع بسم الله واحدة هون 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 هلا حطينا تقريبا 9 وثمانية واحدة هون كمان هون هاي مسافة بين بعض وبعض مسافة هادي هون تفضل معي واحدة ايدي تعال الطرف هون فوجي هلا هولي هلو بنوع تاني هيدي تمام تبادرية او فيها بسموها هي هون واحدة تاني هون الثالثة هون نضع الارض ان شاء الله واحدة هون واحدة هون واحدة هون واحدة هون هلا نحطه بعدين نطمره عشان ما نضيع فيهم واحدة هيك بسم الله واحدة هيك واحدة هيك واحدة على الزاوية واحدة صغيرة هيك واحدة هونيك هون في فراغ واحدة هون وهون في واحدة هون يا رب بسم الله هون حطينا شي هون استا هوني هون واحدة واحدة هون واحدة هون هذه لوبيا ما شاء الله بس تعطي سبحان الله يا بابا تعطي مد مد بسم الله ما شاء الله هلا هاي خلاص كمان هذه بتمرن طلع في بتمرن الوحيد اذا كنت صغير هيك مش 2 سم هيك اصبعت هيك هيك
دونك انا هاك هذه التصويره، هاك التصويره تكون سنتان تاع الثمن هاك. بسم الله. هادي هاك، هادي هاك، هادي هاك، هادي هاك، هاك. لكن نحط في التروفون كمان كان التروب ما فيش كمان عبد هاك هاك. ما شاء الله ما شاء الله. صحن الصحات اللي بقى هاك، صحن هاك، هاك السيف هاك. فوت الدروب بوشي هاك. هون شوية التراب هات معلم، إذا كانت ما تغطوا يغطوا إكسترا يعني. هلا هون إسه في سي هو جراح هون كمان، هون نوعتين هون ما شاء الله. هون نوع أحمر، شوف هون نوع هذا غير شكل ما شاء الله. كمان حتى هذه ما شاء الله محلى هون بالله ما شاء الله. لك ده عندي بدار، عندي بدار فول ولوبيا وبزلة ودرة، في أشياء كتير كتير. ولوبيا هذه البيضة، هاي البيضة هذه وما لها بنزرع، بنزرع منها ريدي. يلا هاي هاي شوي الهنا نشوف اللي هون أحسن. إذا في هون حبة كبار أوه هذا بيرفع اللي هون بقى. أوه كده نحط هاي مثل هذيك تقريبا، هذي أربع تنين عرض شوية. واحدة هون، واحدة هون، واحدة هون. رب بسم الله. واحدة هون، واحدة هون. هلا هون في شوية سيل هون. سوي بطاطا سيكة أو الله. هذي نوعية من فرش كده. حتى ما شاء الله منيحة. بسم الله ما شاء الله. في ناس بيحطوه بالماي في ثلاث اربع ايام تنفش وبعد بالاول. انا ما بشتغل هيك، انا خليها بارضي عشان ما تنتزع. سبحان الله. هاي بتجي هاي بدها تروح هنا بقعد تقرر بين القشعه شوي، وسع المحل شوي تقرر هون لوحده هون. هي هذا الطيف تقرر يلا بعد هون هاي يلا خلينا نطمرهم بعض هاي الساعات من هاي هيك شوي تصوير هيك 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 تكرر هيك بقى. هاي طريقة بقى كيف بحب يزرع اللوبيا من البذر رصيدة رصيد البذر تبعه من كيلو هيك هيك كمان هيك. خليني اطلق لي هون هوني هيك مقاطع لي هون هون هيك هذي هون القوسي شوي الأرض بدون ما تشتري أي ها أثناء هذه التزويرة. هاي التزوير الحمد لله. يلا هاي حبة هون زلناها هيك، هاي دي هيك، هاي دي كمان هيك. شفت الأرض عشت عليها لأنه زي دي عشت عليها بنسبي هيك هيك إن شاء الله أدخلها جمعة 10 أيام بيطلعوا البيت. بابا ممكن في جبتين إن شاء الله بعدين تشوف صورة إن شاء الله بإذن الله. بس هلا كده من هلا بس خلص هلا مش خلصنا شغل السين خلصنا شغل بس هيك بس بس كنت بس بقى هيك لا بس كده على الوش. هلا هي كل شيء تتروب اللي يلا ها هلا بقى ما احتينا هون احتياط بس احتياط حتينا شيء تتروب اذا كان مثلا ما رمى كان ما بينه على المي دلو تروب دلو احسن ايش تروح. هاي قلنا عملنا هسه ها هاي ها سنة كيف بينسى الواحد هون نسويها هيك. هلا كله على المي هلا بيرجع بينام كله بينفوش. تلاقيهم شوية تروب عيد كمان هيدي في تروب. هاي الله هاي تروب ده ما شاء الله ما احلى تروب ده تروب الزراعة ضوي. سهوني هسه هون شوي سهوني نشوف هاي بقى هاي طوب هاك الله
هيك معلم شوف هلا صار يجيب كان يشتغل شوف الفيديو تعلم كيف تعيش الزراعة أول شيء قبل الزراعة أول شيء بهديكش الأرض بدك الأرض كلها 100% عندك الأرض هاي بتبقى شوية تروح هاي قبل شوف هيك تروح هاي شوف هاي الله تروح شوف هاي الله تراب الأرض مكشفة يا كله رجعت هون شوي استهوني استهون شوي تعب تعب أكيد الشغل تعب الأرض هي تعطي لما تعطي الجنس بحي تعبه بالطريقة بحي الجدراء بحي شيل البضاعة كلها من الأرض ولا شف أي شوف كيف بسقيهم بقى هون بقى يلا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هاي الأكلة بأخوتي نحط أنا هون هلا قصي عشان ما تيجي عندي البسينة بتيجي بتحفر هون هذا بيمنع تقريبا وبعدين هلا بس خلص بدي أحط لي شوية مي رش مي أكيد بدون مي عشان بطل تجي البسينة هيك كده هيك بيجي ايه كيف بسموه ايه تمنع احسن بلها لانه هي مأذية تروح مع الفتن بسينة بس لو تشوف العواميد هيك خف تيجي تعرف تعمل حساب انه هذا قربت في شيء في مي وكذا ما اسرع زيه دنيا شوف الصغار هيك صغار هيك سطور هني حطهم هيك يلا التلبية كلها تعصي عشان ايش ما تيجي لبسيني لبسيني ما لها أمان كل ما شفتوا هنا شو ما بزرع ترين حب العصي هيك كمية لا تضيعوا تعالوا كلهم يروحوا فوق يا سمح الله لبسيني يعني بتعرف ايه يلا هي ها صار شكله حلو ولا يخرج المي يخرج المي المهم ما تفوت بدق راسه ليش اسمه العشي يعني هون هيك سرق بالنص هيك حط هون هيك حط الطويل وقصير هون عبيه كله هيك بدها لبسينه يعمل لك كل ما تيجي تفوت هلا بتلاقي ايه عصي ليه عصي أكيد يجوا فوق البيت ما بأثير حتى يجوا فوق البيت هم بدخلوا يطلعوا من القسيمة بين تزرعوا في أرض طرية هذا أبو القسم هون هلا تقريبا تعبوا يلا السلام عليكم هلا طريقتين اللي مش كمان حط العصي هيك لأنه كان لبسينات لبسينات بيجوا هون حطهم هيك هلا غير الطريقة هذيك هذيك شكيتو شك شكيتو هيك مهمة عندي عصي هون خل الله عصي شكيتو هيك لأنه هون بيأسوا شكيتو هيك مهمة هيك شكيتو هيك بس ربو شوي هيك بس عندي هون بس العصي هون كلين بدي أبدي هون خيروتي اليوم تحت السكن العصي يلا ماشي الحال يلا هاي حتى هاي هاي حتى هاي هاي تجي من أول إلى آخر ما شاء الله هاي تجي من أول هاي تقريبا أول هاي معنا
وهي تيجي هيك يعني حتى هيك في خيط خليها هيك هذا فراش لون هيك تيجي هاي كمان هيك كمان نفس الطريقة تيجي هيك اللي هي بتيجي بتحفر ما فيها تحفر بتلاقيها هيك يعني بس تسم تسبورت لها ما توقف هذا هون الخشب هذا هون كله من الشجرة هذا وقع عندي انا بلمه بتعمله بطريقة هيك تجي هيك معين تجي هيك تجي هيك حتى هون هيك اللي هسه شقفه كبيره هيدي تجي معين تجي معين هيك هسه هيك هلا كمان هيك اللي هيك نزلون نزلون هيك اللي هيك الطريقة هيدي بيعرفوا اللي عنده بسنات بده يزرع بالطريقة هيدي غسل التبوة خلوها لأنه تلزم تمنع البسانة ما تجي لجوا تحفر إذا حفرت وخرب الشغل كله خلص لا سمح الله تجي هيدي هيك هيك صار كلها صار مثل قطع كرموك تقريبا هيدي اللي هون هيك تجي هزه له هيك تجي هيك بس نجيبنا شوي بس حط هيدي الحين بتعمل بس هيك بس نجيب شوية السمبولي يلا هلا بلاش كمان حطيت العصي كمان هل تحط عصي ما فيك تحط عصي الواحد ما تخوف اللب السريعة اللب بتطلع من تحت وتسميه سبحان الله بتطلع من تحت ما بتضاق بالعصي بس هو عشان بروتكت سبحان الله لأنه قلت لكم سنات مزيين مزيين سبحان الله واحد بيدير على العصي الرزق الرزق يكون حتى نفسه ولا بلاش هون بقى في الزريعات بقى راح تاني اللي زرعناها والدالية عملنا لها حدود الدالية لحولها كما يجي البيت علي ولا شيء يجي علي جديد عني تقريبا صار هون هلا الارض منيحة ممتازة الارض هون لا ان شاء الله هلا بس هي هلا انت صغيرة بس ما كثير لان الارض فيها تراب نشر لا بيش بقى التراب بده وقت كان يصير هيك اشي بالزاي هذا اللي هون المناطق بتحطهم هنا ان شاء الله اذا ما يحط مي هون تتسوي البتة هي هون تأكل هون صغيرة ما كتير ست صغيرة تأكل بجاء اذا الله رد بكرة اذا بصير مرة ثانية ان شاء الله هلا برجع اقول لكم لا تنسوا الاشتراك بالقناة وقولوا سبسكرايب بليز اوكي وشكرا جزيلا من كيف هلا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.